طبعا شهيدنا احمد فرحان الذي استشهد بتاريخ 15/3 هو يصادف ذكرى في وفاة فاطمة الزهراء عليها افضل الصلاة والسلام. فهنيئا للشهيد احمد فرحان، فهنيئا الى ام الشهيد الذي هذا الشهيد قد رفع راس ام الشهيد وابو الشهيد احمد فرحان واخت الشهيد وام الشهيد واخوات الشهيد واخوان الشهيد، وخصوصا منطقه او قريه مهزه وشعب البحرين باكمله. هذا الشهيد الذي سفق دماءه بطلقه بشعه، هذا الشهيد لن ينساه الشعب البحريني الذي قام النظام بقتله متعمدا، وهم يرون العالم امامهم الذي الصوره صراحه تتكلم بواقعها عن ما حدث لهذا الشهيد. ولكن نقول اينكم يا منظمات الاوروبيه؟ اينكم يا حقوق الانسان؟ انتم غافلون عن هؤلاء الشهداء، وبالخصوص شهيدنا الغالي احمد فرحان الذي قام النظام في تاريخ 15 الذي فجع البحرين وفجع شعب البحرين باكمله وخارج البحرين الذي كلهم ضجوا لما شافوا الراس المفجور من او الذي فجره النظام بطلقه بشعه. هذا النظام معروف، ولكن ما نقول الا حسبي الله ونعم الوكيل، ولكن نحسبه عند الله. تقول الايه بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. هذا يرزق عند الله يوم الشهيد. فهنيئا لك، فهنيئا لك يا ابو الشهيد. هذا رفع راسكم ورفع راس شعب البحرين، وهذا خرج لاجل نصر الثورة والدين والحق. وهذا الشعب مظلوم، ما خرج ليعرف انه هذا الشعب مظلوم، وخرج ليلقي الشهادة وها هو اعطاه الله الشهادة. فهنيئا له بالشهادة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يحشره مع زمرة آل محمد.